متابعي تلفزيون اليوم السابع، اهلا بيكم. يعني وزي ما توقعنا في بدايه الاستوديو، قلنا ان الاهلي رغم الظروف المعاكسه اللي بتواجهه، ورغم يعني الاداء التحكيمي اللي احنا كنا متوقعين ان هو هيكون في صالح الرجاء المغربي، ولكن الاهلي كالعاده وزي ما عودنا دايما قدر ان هو يقهر كل الظروف دي، ويقهر كمان يعني مش عايزين نقول تواطؤ الحكم، نقول الاداء التحكيمي المهزوز من حكم المباراه، سواء حكم المباراه الرئيسي او حكم الفار. الاهلي فعلا قدر ينهي المباراه متعادل 1-1، ويقدر يصعد للدور نصف النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا مواجهه وفاق الصيف الحقيقه يعني مفاجاه كبيره برضو يعني بابعاده الترجي التونسي من الدور نصف من الدور ربع النهائي، وبالتالي الاهلي هيواجه وفاق الصيف الدور نصف النهائي. لسه معانا طبعا كابتن عادل عقل خبيرنا التحكيم، هنتكلم معاه في بعض الجوانب الفنيه، وهنتكلم معاه طبعا اكيد عن اداء حكم المباراه. ازيك يا كابتن عادل؟ اهلا بيك يا كابتن عادل. يا زي ما توقعنا كابتن عادل، يمكن الاهلي رغم كل الظروف الصعبه، الليزر، الاعداد الجماهير الكبيره جدا في الملعب، القاء الزجاجات في الملعب، الترهيب اللي حصل برضو، اكيد الترهيب ده يعني بينعكس على الحكم برضو، مفيش كلام طبعا. صعب النهارده في الاهلي، ورغم كل ده الاهلي صعود صعب جدا جدا من المغرب. والله يا كابتن علاء انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو الروح الفرنه الحمراء هي النهارده اللي كانت بتواجه فريق الرجاء. انا شايف النهارده يمكن احنا اختلفنا مع موسيماني في التشكيل، وزي ما توقعنا حسين الشحات ما كانش برضو على المستوى المطلوب، ومحمد طاهر برضو ما اداش بشكل جيد، تمام. محمد عبد المنعم زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان يمكن يكون خبرته، لكن فعلا من البدايه هو متوتر، رغم ان هو احرز هدف التعادل، ودي حاجه يعني تحسب ليه، الا ان اختلاف احنا اتفقنا ان في مشكله في التشكيل. لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه، النهارده مش اقدام اللاعبين، لا، ولا موسيماني، معلش اعذرني من وجهه نظري المتواضعه، فروح الفرنه الحمراء النهارده هي سبب صعود النادي الاهلي الى نصف نهائي. لان خلي بال حضرتك كمان برضو كان في الدفاع مهزوز، كان في بعض الاخطاء الدفاعيه اللي كانت ممكن تكلف الاهلي هدف، وخاصه من الدقيقه 60 للدقيقه 96 في شوط من عمر المباراه. لكن روح الفرنه الحمراء كانت هي المسيطره، وده اللي حضرتك اكدته، قلت ان الاهلي بيقهر الظروف، هو قهر الظروف بروح الفرنه الحمراء وما التفتش. على الجانب الاخر طبعا الاجواء اللي كانت في ملعب المباراه اعتقد اثرت بشكل كبير على الحكم السنغالي، وده اللي هنقوله بس بعد ما نخلص التقييم الفني. خلينا كابتن برضو طبعا اكيد بناكد طبعا على قصه روح الفنانه، بس عايزين ندي موسيماني حقه. يعني برضو موسيماني يمكن هو بطل الادوار الاقصائيه على مدار السنوات الثلاثه اللي فاتت، طول الوقت موسيماني بيفاجئنا باداء تكتيكي عالي جدا جدا في الادوار الاقصائيه بالتحديد. النهارده ممكن نكون ما كناش متفقين على التشكيل، وقلنا التشكيل ممكن يكون يعني مش هو افضل حاجه، احمد عبد القادر، محمد شريف، محمد مجدي قفشه، الثلاثه على دكه البدلاء، في ظل وجود حسين الشحات وطاهر محمد طاهر اللي كان طبعا وجودهم في التشكيله الاساسيه مفاجاه كبيره. ولكن خلينا يعني لو ننظر الموضوع من جانب فني بحت، النهارده موسيماني كان بيفكر في التامين قبل، يعني عايز يامن نفسه، وعارف ان حسين الشحات وطاهر محمد طاهر عندهم قدرات دفاعيه بخلاف قدراتهم الهجوميه. فبالتالي طبعا اكيد روح الفنانه الحمراء كان ليها دور، رجوله لعيبه الاهلي كان ليها دور، ولكن برضو لازم نرفع القبعه لموسيماني ان هو طول الوقت بيقدر في الادوار الاقصائيه بيظهر بشكل مغاير جدا جدا عن الادوار التمهيديه او دور المجموعات او حتى ظهوره محليا في بطوله الدوري العالمي. وده اصرار وروح الفرقه الحمراء اللي عند اللاعبين. لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا كنا واحنا بنتابع المباراه مع انا وحضرتك والزملاء في القسم، قلنا ان النادي الرجاء كان في ربع ساعه الاخيره او في نص ساعه الاخير كان ممكن يسجل، رغم ان الاهلي راح منه هدفين. صحيح. هدفين محققين، لكن الرجاء كان ممكن يسجل. الاهتزاز النادي، دفاع النادي الاهلي في الفتره في النص ساعه الاخير كان علامه استفهام. يمكن حمدي فتحي والسولية ومعهم قالوا ديانج هم كانوا في شويه تماسك في نص الملعب، لكن برضه دفاع النادي الاهلي عليه علامات استفهام، وكان في اخطاء كانت ممكن تكلف النادي الاهلي هدف. انا مش برضه موسيماني يا كابتن علي، معلش انا لسه مصر ان هو برضه الظروف النهارده مش خدمته، بس الظروف النهارده كانت في صالح موسيماني. صحيح. لانه التوفيق مع التشكيل اللي احنا مختلفين عليه، التوفيق اللي حصل لعيبه النادي الاهلي وان هم ينجحوا في التعادل، وكان ممكن يجيبوا الهدف الثاني في واحده ضيع عبد القادر طلع من على خط المرمى، وفي واحده تانية حسين الشحات لو كان مركز كان جاب هدف في بدايه الشوط الثاني. لكن برضه موسيماني محتاج شيء من التركيز. خلي بالك ماتش وفاق الصيف الجزائري اعتقد هيبقى اصعب يا كابتن علي من ماتش الرجاء المغربي، لان هو نجح النهارده في اقصاء الترجي التونسي.
تمام. خلينا برضو نوجه تحيه كبيره برضو للحارس محمد شناوي اللي كان ليه دور كبير النهارده في تصدي العديد من الفرص الخطيره جدا جدا. يمكن الرجاء في اخر ربع ساعه اهدر فرصتين محققتين النهارده، كان طبعا محمد شناوي بطله وطبعا كان ليه دور كبير في تهدئه اللعب في اكتر من مناسبه. برضو بنوجه التحيه برضو لعمرو السليه اللي برضو كان ليه دور كبير جدا جدا في تامين خط وسط النادي الاهلي، وحمدي فتحي اللي كان يعني انا بوجهه نظري ان هو كان نجم المباراه الاول. حمدي فتحي النهارده كان قاطع الكرات بشكل كبير سواء في المنطقه الدفاعيه لما كان بيلعب ليبرو او حتى في منطقه خط الوسط. حسين الشحات النهارده قبل خروجه برضو ادى بشكل كويس جدا جدا. يمكن بريسي تاو كان بعيد جدا جدا عن مستواه، يمكن هو كان نقطه ضعف واضحه في اداء النادي الاهلي، ولكن برضو التغييرات في الشوط الثاني يعني نقلت هجوم النادي الاهلي. محمد شريف كان هيقدر يحرز هدف برضو، ويمكن مدافع الرجاء طلعه في المرمى. فبالتالي يمكن كل يعني عايزين نوجه التحيه بشكل عام للنادي الاهلي، وطبعا اكيد يعني لاعضاء الجهاز الفني والاداري النهارده قاموا بدور كبير. اكيد المباراه اقيمت في اجواء صعبه جدا جدا، فبالتالي كل التحيه اليوم. خلينا نروح بقى على طول كده لحكم اللقاء وتقييم شامل ليه. يمكن احنا اتكلمنا عن اجزاء في الشوط الاول او بعض الحالات في الشوط الاول، ولكن عايزين نتكلمنا عن الحكم بشكل عام. هنستعرض سريعا بس مع حضرتك والساده المشاهدين طاقم التحكيم، طاقم سنغالي ماجد نداي والحاج مليك المساعد الاول، ونوح بنجوره المساعد الثاني، عيسى ياسا ده الحكم الرابع، بينما كان في كابينه الفار الزامبي جان سايكوزي، ومعاه الكاميروني الفس بنجوي، ده دول اثنين في كابينه الفار. طبعا الحكم من البدايه مهزوز ومتوتر، وظل على اهتزاز التوتر ده تقريبا طول المباراه. ظهر عايزين نتفق على حاجه يمكن كثيرا قلناها في منبر يوم السابع، ليس بالضروره ان هناك قرار مصيري او قرارات مصيريه اثرت في نتيجه المباراه يبقى الحكم يبقى ده اداؤه وحش. لا، ممكن جدا صحيح. يبقى اداؤه سيء رغم انه ما فيش قرارات مصيريه اثرت في نتيجه المباراه. النهارده حتى تقديره للمخالفات الفنيه كان تقدير فيه تباين غريب، يعني انا شايف ان هو كان الالتحامات المشروعه اللي مشروعه جدا من النادي الاهلي كان بيحسبها مخالفات لصالح الرجاء، في حين ان النادي الاهلي بياخد الفاول اللي هو فعلا يعني عارف حضرتك فاول لابد عايز محضر في الاسم. صحيح. دي حاجه لازم نتكلم فيها. تحركاته كمان في الشوط الثاني كانت سيئه جدا، الكره كانت تتصدم فيه اكتر من مره، وكان بيجد صعوبه في الخروج من طريق اللعب من محيط اللعب وطريق الكره، خاصه في الهجمات المرتده. انا يعني هقول هعدي عليك مثال سريعا، لعبه حسين الشحات اللي كان هينفرد وكره محمد شريف، لو بصيت على الكادر هتلاقي الحكم السنغالي بعيد جدا يا كابتن عراقي، رغم ان هي الاولانيه الثانيه بتاعت المساعد، والاولانيه برضو المساعد قريب منها، لكن هو بعيد عن الكادر او بعيد عن المتابعه، معنى كده ان هو برضو حتى تحركه كان خاطئ. عايزين نقف بقى عند حاجه مهمه جدا، هو النهارده وهو بيراجع في شاشه المراجعه ركله الجزاء في الدقيقه 12 تمام، الليزر جه من الجمهور في وشه. انا كنت متوقع بعد ما يرجع وياخد قرار ركله الجزاء يرجع يستدعي مراقب المباراه ويقول له ان في ليزر، وحتى حتى يكون ليا دور، يعني انا اشعر الناس واشعر من في الملعب ان انا واخد بالي من الكلام ده انت الليزر غفى عنه وهو واقف قدام شاشه المراجعه. فبرضه ولا حياه الا انتوا نادي، زي ما قلنا برضو ان ركله الجزاء التنفيذ بتاعها كان خاطئ وكان يجب ان تعاد، وكان في مخالفه على مدافع الرجاء المغربي مع علي معلول لما حاول يعمل فولو على كوره ويتابع، لكن طبعا هو ما كانش موجود. بص حضرتك قمه التوتر، هو انذار محمد عبد المنعم في الدقيقه 66 انا موافق عليه، لانه طبقا للقانون لابد ان يعود الحق اللاعب اللي هو هيعدي مهماته يخرج بره الملعب طبقا للقانون، والحكم الرابع يراجع مع المعدات. كان متنرفز على محمد عبد القادر وكان عصبي جدا، انت وقف اللعب معاك صافره ومعاك كروت، وقف اللعب وخرجه بره تمام، وقول له اخرج بره، اذا ما خرجش اديله انذار. يعني انا 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 شايف النهارده المباراه رغم ان هو ما عندوش اختبارات كتير، لكن لو في هناك اختبارات كتيره جدا ليه في الملعب في منطقه الجزاء اعتقد كان هيبقى مش موفق خالص يا كابتن رائي. الحكم ده من مباراه الكاميرون مصر والمغرب في افريقيا وهو على هذا المستوى، وهو مستوى ضعيف جدا رغم ان هو المفروض من حكام النخبه. اقول لك مفاجاه، ده من افضل خمس حكام في القاره السمراء ومرشح لكاس عالم 2022. هو فيش حكام في فيش حكام في افريقيا، بدليل انا لسه هقول لحضرتك بدليل ان الصف الثاني او مفيش كوادر في افريقيا ما موجوده، بدليل ان هو بص هتلاقي ماجد نضاي لعب من بعد امم افريقيا تقريبا 3-4 ماتشات، هتلاقي الحكم الكونغولي جان جاك نضال اللي لعب لنا ماتش السنغال هنا في الكاميرا هنا كان بيلعب ماتش الذهاب الاهلي والرجاء، هم اربع خمس حكام بي 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 الكلخاف بيلف حوالينهم
وده بينذر ان التحكيم في القاره السمراء الفتره اللي جايه تمام هيبقى فيه مشاكل كتير جدا جدا. تمام، ده طبعا كان اداء يعني تقييم كابتن عادل عقل للاداء التحكيمي. طبعا مره تانية كل التهنئه للنادي الاهلي على الصعود الصعب، يعني من وجهه نظري كان صعود صعب جدا طبعا. جدا وصعود تاريخي كمان. النهارده كان كل الناس شايفه ان الاجواء في الرجاء هتبقى صعبه جدا، وشفنا النهارده قبل انطلاق المباراه بثلاث اربع ساعات قد ايه الجمهور كان مالي الملعب، وبرضه شفنا الاداء التحكيمي اللي كان مهزوز بشكل كبير. ولكن كعاده رجال الاهلي وكعاده المصريين دايما بنظهر في الاوقات الصعبه، والاهلي قدر فعلا ان هو يعود وقدر ان هو يخطب بطاقه التاهل ويروح يواجه وفاق سطيف الدور نصف النهائي. ان شاء الله باذن الله الاهلي اقوى كمان من فاق سطيف ويقدر يتخطى فاق سطيف، وايا كان النهائي بقى وداد صن داونز الاهلي قادر كمان على الفوز ويتوج البطوله المره الثالثه على التوالي. الاهلي والزمالك هم اقوى فريقين في افريقيا دلوقتي، ودي فرصه مصر ان احنا يعني زي ما بيقولوا كده ان شاء الله البطوله دي عدة سنوات، فباذن الله ان شاء الله البطوله دي، بما ان الزمالك خلاص خرج ووضع البطوله، ان شاء الله دي فرصه النادي الاهلي ان هو يفوز بالبطوله. وبرده كل التوفيق لنادي بيراميدز وكل التوفيق لنادي مصر في بطوله الكونفدراليه، واحد منهم ان شاء الله ياخد البطوله دي. كانت تغطيتنا طبعا والاستوديو التحليلي مباراه الاهلي والرجاء، الحمد لله وشنا كان حلو. كل التوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم، والف مبروك على الفوز النهارده والصعود. خليكم دايما معانا في تلفزيون اليوم السابع، متابعات كتير جدا جدا على مدار كل البطولات وكل المباريات المهمة ان شاء الله.